استاذ طارق نورتنا. اهلا اهلا والحمد لله على السلامه من الامارات. ازاي صح؟ كل شيء تمام. سعاد حسني يمكن انا وانا بقدمها في البدايه قلت ما بحبش الوصف بتاع بس جميلات الشاشه دي، يعني كلمه جميلات طبعاً. الشاشه ده وصف مخل جدا بالنسبه لي. سعاد حسني كانت مبدعه حقيقيه وليها افلام كتير مهمه، سواء اذا كان القاهره 30 او الزوجه الثانيه اللي شفنا يمكن مشهد سريع كده او حته صغيره منه، بئر الحرمان على سبيل المثال ده كان اداء برضو صغير على مخيف الى اخره. زوزو واهل القمه يعني هو وهي المسلسل العبقري في التلفزيون المصري احمد زكي رحمه الله كتير كتير يعني جميعا. سعاد ما تقدرش تحدد الاختيار، ما تقدرش تحددها في حاجه. تفرد سعاد كان في ايه؟ ايه اللي خلاها تفردت؟ ايه اللي خلاها تميزت؟ بنت عندها 16 سنه اول مشاركه سينما تطلع بطله؟ حكايه ان تطلع بطله لاول مره دي ما هياش برضو الفيصل. ممكن واحد يطلع فيها، ما شفنا بطلات وابطال يعني دفعوا بيهم ولكن ما كملوش. يعني بيبقى ساعات ظروف، وهو حتى في حسن ونعيمه البطوله كانت فاتن وعبد الحليم، ده 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 البركات هنري بركات وعبد الرحمن الخميسي قرروا فاتن وعبد الحليم في اللحظات الاخيره. فاتن اعتذرت وعبد الحليم اعتذر، فالتحدي بقى بتاع عبد الرحمن الخميسي انه يجيب اتنين جداد، سعاد ومحرم فؤاد. يبقى سعاد ومحرم لاول مره بيدفعهم كبطوله، ونجح الرهان لدرجه ان هم كانوا بيعملوا نوع من الدعايه، اي حد اسمه حسن او واحده اسمها نعيمه تيجي السينما بالبطاقه بس، خلاص كده مفيش تذكره، تدخل ببلاش. طيب هرجع بقى على تفرد سعاد او تميز سعاد كان نابع من ايه؟ انا قلت لما قلت ان سعاد حسني نغمه مرئيه. يعني لان كل حته فيها ايقاع، فيها احساس موسيقي لكن بالاداء مش بالغناء، يعني حتى قبل مساله بعيدا حتى الغناء، لا بالاداء الحركي بالنظره، فهي نغمه مرئيه. قوه سعاد في تعدد انغامها الدراميه، ما تقدرش دايما الفنان بتحطه في حته ده استعراض خلاص، تضرب تعظيم سلام، لا ده في الكوميديا تمام، ده في التراجيديا، طب سعاد لا، سعاد متعدده، وهي النجمه اكتر نجمه عندها هذا التعدد. عندها التعدد علشان تعدد الموهبه، يعني ما هو برضه الست شادي يا حبيبتي وحبيبتك ما هي بتغني وبتمثل، لكن مش استعراض، وعملت ما عملتش استعراض ما بقولك، لكن غنت ومثلت وعملت التراجيديا وعملت الكوميديا. هتلاقي سعاد اكتر فنانه عندها تعدد انغام واداء وتطور، وهي فطريه جدا وبتلقط. اصل مشكله فن اداء الممثل انه بيتطور بشكل بايقاع سريع، عشان كده تلاقي في ممثلين تالقوا في لحظه زمنيه وفجاه تبص كده تلاقيك فين ده، لانه ما عرفش يلقط لغه الاداء الجديده. سعاد لا، كانت هي وكانها هي صاحبه الابجديه بتاعت الاداء، هي قانون الاداء. يعني سعاد تحولت من مؤديه عظيمه الى فن اداء، يعني ده اعلى حاجه ممكن يعملها المبدع. يعني مثلا تقول ايه، ام كلثوم مش بس مغنيه ده فن اداء، عبد الحليم مش مغني عظيم ده فن اداء، سعاد حسني ليست فقط ممثله عظيمه هي فن اداء. ويطلع بقى تلاميذ دايما، هتلاقي الاسماء قلت عليها دي بتعرفهم ازاي من عدد التلاميذ اللي حتى بعد رحيلهم بيفضل موجود. حليم ما ماتش في تعدد اللي طلعوا بعده، سعاد حسني نفس الحكايه، وهي موجوده يبقى في ناس بتحاكيها. ترحل بتلاقي في كل حد نفسه يبقى سعاد. هل كانت هذه المحاكاه من التلاميذ علشان خاطر سعاد مدرسه في الاداء، ولا سعاد حاله مبهره؟ لا، وكانها هي الاداء. يعني ده بتقول الغناء ايه؟ يبقى ده الغناء. الفن الاداء الممثل الحقيقي بيبقى هو سعاد، فهم من فرط الابداع بيبقى الاداء بتاعها هو الابداع فقط. فسعاد مرت يعني مرت بالتجربه دي، وده اللي خلى انه هي دايما النموذج عند اغلب النجمات حتى الان. يقول لك دي سعاد، زي سعاد حسني، نفسي يبقى سعاد حسني. نفسي يبقى سعاد، يعني كل نجمه ظهرت اكيد جواها رغبه ان تكون سعاد حسني. بكل القيمة، بكل قوة سعاد حسني وموهبتها وتفردها أو مدرستها في الأداء دي، أو هي عبارة عن فن من فنون الأداء، هل أقدر أقول إنها خفتت
في الزوجة التانية أمام صلاح منصور وسناء جميل؟ وإيه اللي خلاها خفتت كده؟ يعني كل القوة دي وخفتت جوه هذا العمل. لا بص، هو الزوجة التانية ده فيلم استثنائي على كل المستويات. يعني صلاح أبو سيف عامل حاجة، حالة خاصة جدا. الوهج العالي والتوظيف، يعني قيمة صلاح أبو سيف أكبر قيمة عنده مش فن قيادة الممثل، هو ما بياخدش الممثل. صلاح دايما يقول لك إيه، لا اشتغل أنت. أنا طبعا عرفت صلاح كويس جدا. يا بختك. يقول يعني أنت كممثل لا اشتغل، إنما قوته في إيه؟ في تسكين الممثل. فتلاقي أروع الممثلين في الأدوار بتاعتهم يتألقوا، لأنه صلاح حطهم على التراك المظبوط. فريد شوقي تلاقي أحسن أعماله مثلا بداية ونهاية. مين ده؟ صلاح. طبعا. يروح حطه على طول، عارف. هتلاقي سناء جميل في بداية ونهاية والزوجة التانية. والزوجة التانية. وهتلاقي برضو جاب صلاح منصور في الاثنين وزرة. فهو كان في ذروة كده استثنائية في الزوجة التانية، لكن طبعا ده لا ينفي وهج سعاد. يعني ولولا، وده القيمة بقى، لولا ان سعاد حسني في المشروع ما كانش بقى فيه مشروع. بس قيمة سعاد حسني كمان انها كانت بتتحدى النجم، نجم الشباك. يعني ايه؟ في افلام ممكن تتعرض عليها، وهي طبعا بحكم خبرتها هتقرا وتقول لك لا ده مش هجيب ايرادات، انما لان الممثل جواها صوته عالي فهتخش التجربه. افلام كتيره سعاد حسني لولا انها تحمست للتجارب دي، مثلا مع سعيد مرزوق في زوجته والكلب. زوجته والكلب كانوا عارفين ده مغامره دخلت فيها سعاد، وكان طبعا اسمه سعاد قد كده. هي عشان المغامره دي تتعمل لازم سعاد توافق. سعاد توافق كويس. الخوف اللي بعده برضو لسعيد مرزوق نفس الحكايه، وهكذا. وكتير قوي من الاعمال لولا سعاد ما كانتش ظهرت نور. في الراعي والنساء مثلا. وده اخر اعمالها في السينما. اشتركت بقى كنوع من المؤازره لعلي بدرخان المخرج الصديق. كان طليق لكنه ظل صديق. ظل صديقا كويس. فاشتغلت هنا موقف اخر كمان برضو. ورغم ذلك انا خدت الجائزه. انا فاكر شفتها، كنا في مهرجان اسكندريه. ودخل سعاد علاقتي بيها كانت جيده جدا، فبقول لها مبروك. كنا عرفنا انها واخده احسن ممثله. فبصت لي قالت لي طب مش استنى يا طارق لما تعلن الجوائز كويس. بصيتها وصلت لي رساله تاكدت منها. يوم اعلان الجوائز تم تغيير الجائزه من احسن ممثله الى جائزه لجنه التحكيم الخاصه. الله. ليه دي بقى؟ هسيبها لك انت، مش قادر اقولها. ليه؟ الاستاذ طارق دايما يدلنا انسايتس وانفرادات. ليه؟ ما انا عشان لازم اقول ايه اللي حصل وبتاع، انما يعني حاسبها بقى للخيال. في اللحظه الاخيره شوف الضرب، يعني سعاد حسني العظيمه دي واخده احسن ممثله، بيحصل برضو حاجه في الكواليس في اللحظه الاخيره واتخذت منها الجائزه. طيب يمكن اخر حاجه احنا بنختم كده دايما او ساعات، مش هقول دايما، ساعات كتير بيبقى مهما كان المبدع له من الحجم الا انه احيانا يقدم حاجه محدش يحس بيها او ما تتحبش. هل سعاد حصل لها كده انه في حاجه شفتها لها قلت دي مش سعاد؟ ما تذكرش انه سعاد ما حبتهاش في اي دور، يعني ما حصلش. في البدايات مثلا ممكن تبقى انت شايف انه المفروض هي اللي تحب عبد الحليم مثلا. كويس. في البنات والصيف. ما طلعش اخته يعني، بس طلع ده لصالحها في الاخر. أوكي. لانه من ترفض عبد الحليم كان عزيز البدراوي. اتاثرت بسبب الرفض ده. ازاي حد يرفض عبد الحليم؟ ما اعتقدش يعني افلامها حوالي اقل من 90 فيلم. هو في عمر فني قصير، ما كانش طويل. سعاد ميتة صغيرة. طبعا، بس العدد، بس كان اقبال عليها ضخم جدا. كانت تنتقي، وكان اكبر ميزة عند سعاد ان النجم الشباك لم يحل دون تطلعها لادوار مختلفة. تشتغل اختيار مع يوسف شاهين، طب ما عارفة مش هجيب ايرادات. صح. اكيد يعني عايز. فهي مشكلة نجوم الشباك انه اول حاجة يفكر فيها الايرادات. سعاد حسني اخر حاجة تفكر فيها الايرادات. موعد على العشاء كلها افلام مهمه جدا طبعا، بس القوه الحقيقيه اسم سعاد هو اللي خلى المشروعات دي. ده محمد خان طبعا. المشروعات دي كلها لولا سعاد ما كانتش اتعملت. بس في الاختيار انا هنا اختلف. عزة العلايلي هو الاختيار. هو البطل طبعا، هو البطل. بس وده الذكاء بتاعها انها بس عملت دور مهم. يعني عملت دور مهم. مفيش خلاف. ما هو الاختيار
يعني الاختيار ممكن يبقى الشخص الشخصيه دي هي البطل. الفنان المبدع زي سعاد واللي اسمه اكبر واللي التوزيع بيتم عشانه و وجمهور بيقطع تذكره عشانه، لما بيكون موهوب كبير قوي زي سعاد يقول لك لا وليه اخش التجربه واعمل ده. طيب هو الحلقه خلصت، انا هستاذن ان احنا ان شاء الله انا عارف المره الجايه هتكون في برلين، بس لما ابقى منورنا بقى بعد برلين بالسلامه وتيجي الاستوديو ما تيجي نعمل حلقه كده حلوه على صلاح ابو سيف. طبعا ده بما انك حضرتك عرفته عن قرب فقلت لك طبعا 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 كان من اهم الشخصيات اللي انا من حسن حظي التقيتها. طيب انا عايز اشكرك جدا 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 يا استاذ طارق، نورتنا وشرفتنا كمجرد انت دايما بتخلي المساحه بتاعتنا قليله. ما هو مش ده بعدين بقى مش انا والله العظيم. طيب حاضر.